السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، ومرحبا بكم مره اخرى عندي في القناه. اليوم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذه غادي نشارك معكم جوله في اكسيون، المشتريات اللي خديتهم هذا النهار، وغادي نجاوبكم على واحد التساؤل اللي تطرح عليا بزاف في الفيديو السابق ديال اكسيون. مهم، ما نزيدش نطول عليكم، نخليكم مع الجوله ونتلاقى مع المشتريات.
غادي نجاوبكم على التساؤلات اللي خليتوها لي في الفيديو السابق ديال اكسيون، وكان السؤال اللي تطرح عليا بزاف على هاد لي لانجات هادو، كيفاش كتستعمليهم، واش بصح ما كيطلقوش الالوان، واش كتستعملي حتى الكسوه البيضاء. بالنسبه لهاد لي لانجات البنات، بعدا كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم، كيكونوا على شكل ورقه. كيفيه الاستعمال راها واضحه البنات في العلبه ديالها، كتاخذوا هاد الورقه هذه وكتوضعوها لداخل في لا ماشين لافي وكديروا الكسوه ديالكم. بالنسبه ليا يعني هذا ما شاركته معكم حتى جربته، انا كنستعمله هذه راه شي مده ديال 3 سنين ولا اكثر اللي كنستعمله، والكسوه ما كتلقش بعدها. فاش كتخرجوا الكسوه من لا ماشين كتلقاو هاد اللانجات هذه، لا تلقت شي كسوه هذاك اللون كتلقاوه في هذيك اللانجات. بالنسبه لطريقه الاستعمال كيف ما كتشوفوا راها واضحه في العلبه، سواء بالكتابه ولا حتى بالصور، جميع المراحل كيفاش غادي تستعملوا هاد لي لانجات هادو. واللي يسولوني على الكسوه البيضاء، بالنسبه الى كانوا دي تيشيرت ولا دي شيميز اللي يتصبنوا فقط ب 30 درجه، كنخلطهم مع الالوان، ما كيصالهم والو بهذوك لي لانجات. وبالنسبه للكسوه اللي كتصبن على 60 درجه ولا اللي كنستعملها يعني تكون بيضاء، كنستعملها بوحدها، ما كنخلطهاش مع الالوان، وكنستعمل معها هذا البرودوي هذا اللي حتى هو رائع البنات، كيخرج الكسوه ناصعه وكتكون كتخرج البيضاء سيرتو مع بحال التقاشر ديال الدراري ولا اي حاجه لي سيرفيات ولا كديروهم. انا في الحقيقه كنصبنهم هذوك في 60 درجه، ما كنخلطهمش مع لي كولور. وهنايا كيف ما كتشوفوا الطريقه راها واضحه كيفاش كتستعملوا حتى هذا البرودوي هذا. هذو كيكونوا دي ساشي فيهم لداخل البرودوي، ما كتفتحوهمش البنات، كتحطو مباشرة مع الكسوة، وكتضيفوا الصابون اللي كتصبنوا به، يعني ما كتكتفوش فقط بهذا البرودوي هذا، وكتصبنوا الكسوة ديالكم كتخرج رائعة كيف ما قلت لكم. فاللي كيسولوا فين كيتواجدوا بالضبط في اكسيون، كتلقاوهم في هذيك الجهة فين كيبيعوا الصابون واللي كيرطب الكسوة ديال لا ماشينا لافي كيف ما كتشوفوا معايا في هاد لافوتو هادي. وهنايا غادي نشارك معكم المشتريات اللي خديتهم هاد النهار هذا. اول شيء هاد لي بواط هادو، كيف ما كتشوف معايا وشفتو في الجوله، فيهم دي كولور اللي زوينين بزاف، كاين هاد الغوز البلو وكاين حتى النوار، الشكل ديالهم رائع بهاد الشوشه هادي، وكيف ما كتشوفوا كيهزوا بزاف ديال الحويجات، هكا نقدروا نستعملوهم سواء لي بيجو ولا لي بونبون، كذلك يجيو فيهم زوينين تحطوهم هكا على الطبله. بالنسبه انا اختاريت هاد الكولور هادي، عجبتني بزاف، وكيف ما كتشوف معايا استعملتهم على هاد الشكل هذا، حطيتهم في الكولوار هكا ندير فيهم لي بيجو ولا بحال هكا المسيسكات ديال بنتي. بعد المرات كنكونوا خارجين ونحتاج شي حاجه يعني يكونوا عندي تما ريزيرف قدام الباب، جاو رائعين حتى مع هذاك الطابلو نفس لا كولور. وخديت كذلك هذه ديال الصابون في هذا الشكل هذا ديال الرخام، انا ما غاديش نستعملها للصابون، عجبتني غادي ندير فيها شي ديكورات في الدوش تجي زوينه مع عندي ديال الصابون اللي بهاد في هذا الشكل هذا. وخديت هذه اللي كتديروا فيها الشموع حتى هي ديال الرخام كيف ما كتشوفوا عندي قبل، راني يعني كنت شاركتهم معاكم وزدت منهم، عجبوني حتى ما نديرهم في لادوش كيف ما كتشوفوا، مين كندير فيهم هكا الشمع كيجيو رائعين في الشكل ديالهم. بالنسبة للأثمنة يعني ما بقيتش عاقلة وراهم واضحين في الجولة، الأثمنة دائما كنحاول نوضحهم لكم. وخديت هادو كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم رائع، قلت نحطهم من تحت الطويجنات، عندي طويجنات صغار وقلت نديرهم من تحتهم باش ديك السخونية ما تفوتش لاطابل، وحتى في الشكل كيجيو رائعين سواء هكا ولا حتى تحت الطويصلات كيجيو زوينين في المنظر ديالهم، عجبوني كيف ما كتشوفوا ديال الحلفة. خديت هادو حتى هما هاد المنظمات، في الحقيقه كيكونوا عمليين سواء نرتبوا فيهم حتى في لي بلاكار الحوايج ولا حتى الثلاجه، هكا الواحد يدير فيهم الخضر وهكا كيكونوا ترونسبارون، كيكون واضح شنو فيهم، كيكونوا عمليين منهم ثلاثه. وكيف ما شفتوا في الجوله راهم واضحين، كاين اشكال وكاين احجام متنوعه. كانوا هادو هما المشتريات اللي خديتهم اليوم، نتمنى انهم ينالوا اعجابكم ونكون فدتكم في هاد لا فيديو هادي. والى عندكم اي تساؤل خليوه لي في التعليقات، اكيد غادي نجاوبكم. والى فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.